ومعنا عبر استوديوهاتنا في تونس السيد محمد ضيف الله المهتم بالشأن الليبي. بداية مرحبا بك سيد ضيف الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة التلفزيون. مرحبا بك سيد أستمع. نعم نعم، شاهدنا سيد ضيف الله في المدة الماضية عند تحرير الوطية وثائق سرية تكشف سعي الإمارات لإحداث بلبلة وانقلاب في تونس، ما تعليقك على هذا الأمر؟ أولا، ما حدث أو الأحداث الأخيرة أو انتصارات قوات الوفاق الأخيرة في الغرب الليبي وإبعاد أو طرد ميليشيات حفتر من طرابلس وجنوب طرابلس ومن ترهونة والوتية وبقية المدن الساحل، أربك حفتر ووكيليه إرباكا كبيرا. هذا الإرباك حاولت هذه القوى أو هذا الحلف التحرك باتجاه تونس وبث البلبلة في تونس، وحركت الأبواق الإعلامية المعروفة يعني، وقامت بحملات كبيرة وهي متواصلة إلى حد اليوم في تونس. فيما يخص الوثائق، كثر الحديث يعني على هذه الوثائق، هو التآمر الإماراتي أو والمصري على تونس ليس جديدا، خاصة انطلاقا من الأرض الليبية. وقد رأينا حتى في الفترة الماضية بعض النواب في تونس يحاول زعزعة الوضع السياسي في تونس. نعم، هذه أطراف يعني محسوبة أو مدعومة من الحلف الإماراتي المصري الفرنسي السعودي، الحلف هذا الحلف الداعم لحفتر. طبعا خسارة حفتر يعني كبيرة، وهم راهنوا عليه ووعدهم بتحرير طرابلس خلال ساعات. اليوم مضى على هجومه على طرابلس أكثر من سنة وفشل فشلا ذريعا، وعاد أدراجه إلى باتجاه الشرق. هذا الفشل حركوا أبواق لهم في تونس، خاصة بعض النواب في البرلمان، وأصبحنا أمام لوائح لائحة أعدت خصيصا يعني لإدانة التدخل التركي الذي كان حاسما وغير المشهد وحول قوات الوفاق من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، وهذا مكن طبعا من تحقيق انتصارات كبرى أوصلت ميليشيات طرابلس إلى حدود سرت. نعم سيد ضيف الله، الجميع الآن يراهن على العلاقات الليبية التونسية في المستقبل، والتي لطالما اتسمت يعني بأنها علاقات قوية. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأحداث الجارية على هذه العلاقات؟ أولا، العلاقات التونسية هي ضاربة في القدم، يعني نحن عائلة واحدة، نحن بلد واحد، وإن قسمتنا هذه الحدود. المصالح التونسية هي المصالح الليبية، والمصالح الليبية هي المصالح التونسية. علاقة استراتيجية ضاربة كما قلت يعني في القدم، علاقة لن تتأثر بهذه الأحداث، لأن من يعادون الشرعية في ليبيا هم قلة في تونس، هم قلة كما قلت يعني توظفهم أو تجندهم قوى الحلف الإمارات ومصر وفرنسا والسعودية. نعم. يعني العلاقات التونسية الليبية علاقات كما قلت ضاربة في قدم، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه أزمة صغيرة كما قلت، يعني هم قلة قليلة ولن يتمكنوا من مس الروح العلاقة روح العلاقة بين تونس وليبيا. نعم سيد محمد ضيف الله المهتم بالشأن الليبي، شكرا جزيلا لك.